ولكن كابتن اسامه، يمكن كابتن علاء وكابتن شريف اتكلموا على نقاط، بعض النقاط الفنيه، ولكن حتى الشوط الثاني سيبنا من الناحيه الفنيه كان في خسور في النواحي الفنيه، انما تحس ان في بعض الاوقات في الشوط الثاني كان في خسور ايضا في النواحي البدنيه. قصور في الروح، قصور في النواحي البدنيه، قصور في النواحي الفنيه. بص ايمن، يمكن انت اول خمس ست دقائق انت نهيت الشوط اخر اربع خمس دقائق قلت لك كويس، وابتديت اول ثلاث اربع دقائق كويس، وبعد كده هبطت تاني. بص في الكوره ممكن تسعه يشيلوا اثنين، مظبوط، ثمانيه يشيلوا ثلاثه، بس اثنين ما يشيلوش سبعه، يشيلوا اربعه، مظبوط، لكن مش ممكن واحد او اثنين هيشيلوا فرقه تسعه لعيبه. النهارده على مدار الشوطين الى حد ما بيرسي تاو بيحاول، صحيح، بيتحرك بيجري، حتى لو اداؤه مش حلو قوي بس بيحاول وبيجري وبيتحرك على الجنب وبيعمل سروهات يعني تحس انه عايز. أي. انا قلت لك الشوط الاولاني الى حد ما، الشوط الاولاني قفش، الشوط الثاني هبط، بعد كده ما تحسش ان دي روح النادي الاهلي عايزه تكسب. بس غيابات، انت غيابات نص الملعب مشكله برضو. ما هو يا سيدي ماشي ماشي، ما انا في غيابات وفي طبعا غيابات مؤثره، واحنا اتكلمنا ده قلناه من اول الماتش، صح، غياب واحد زي ديانج، واحد زي السوليه، واحد زي حمدي فتحي، حتى ياسر ابراهيم لما عشان حتى تبديل وتوفيق، انك حد ممكن يبقى تقيل شويه قاعد على الدكه، وواحد لما تحتاج ينزل تغير بيه، انا بتكلم على المدافعين يعني. أيوة. في كذا واحد ده حقيقي، بس زي ما علاء قال وشريف واحنا كلنا بنقول حتى واحنا بنتفرج على الماتش، مش عايزين نوصل ان النادي الاهلي لما يغيب منه اثنين او ثلاثه او اربعه انك يعني شايفين نلعب، مش عارف تكسب، مفيش حلول، او مش عارف او مفيش حلول واضحه. ماشي اللعيبه الغايبه هتاثر، ما حدش يقول لا اكيد يعني، بس ده وضع ممكن يتكرر معاك كتير، لانك انت بتلعب اكتر من بطوله، بتلعب افريقيا، بتلعب انديه كاس عالم، في لعيبه بتروح منتخب، بتلعب دوري، بتلعب. طب امال دور اللعيبه اللي هي ما بتلعبش كتير ايه؟ او ما يعني ايوه فاهم قصدك، دورها لازم يبقى اوضح من كده، لازم يبقوا جاهزين عن كده. احنا النهارده الناس، احنا مش زعلانين عشان التعادل كتعادل، ما هو التعادل ممكن وارد انك تتعادل، بس انت تحس ان انت اديت اللي عليك. أيوة. انت وانت بتتفرج على الماتش انت مش احساسك يعني ايه، ممكن تخسر او ممكن تكسب برضه يعني. انت زي ما انت قلت هم ليهم خمس ست فرص واحنا لينا خمس ست فرص. أيوة. انا بتكلم على الفرص. أيوة. او مثلا ثلاثه اربعه مؤكدين هنا وثلاثه اربعه مؤكدين هنا، يعني ممكن تكسب وممكن تخسر، وهم ممكن يكسبوا وممكن يخسروا، هي النتيجه العادله على الماتش التعادل. احنا النهارده بامانه ما نستحقش المكسب. فالناس اللي غابت طبعا مؤثره جدا كمان، بس ده لا يمنع انه حتى روحا نبقى اعلى من كده، اللي يلعبوا لازم يكون ان اللي يلعب يبقى يموت نفسه اكتر من كده. فماشي بندي العذر في الجزئيه دي، بس بامانه النهارده اولا الاطراف مفيش شغل اطراف خالص. يعني وحيد بيروح لغايه تلتين الملعب، مفيش حد في الجنب بيساعده، كلهم داخلين لجوه، يروح راجع بالكره، يروح راجع لورا. محمد هاني يروح على الجنب زحمه، يروح عامل اوفر كره عرضيه، وخمسه سته واضحين من ديفنس البنك الاهلي واقف بيرد الكره بكل سهوله. طيب حتى انت لما حبيت تعمل مثلا نزل حسين الشحات وعايز تعمل عرضيات وبتروح مطلع محمد شريف، طب ما انا اخلي محمد شريف واخلي جنبه مثلا صلاح مصر ومن وراهم بيرسيتاو على جنب من الجناب يعني برضو. أي. ماشي شريف ضيع كوره كورتين ثلاثه، ما كانش موفق على الجون النهارده، بس ده فرويد، وارد ان يفضل لغايه اخر ماتش ويجيب جون، وارد. أي. يعني في الماتش ده ليه يطلع يعني؟ دي وجهه نظري الشخصيه. ففي نقط كتيره في اثناء الماتش ما انت مش قاعد مطمئن انك انت هتكسب يعني. انت في ماتشات تانية بنبقى لغايه الدقيقه 95 احنا حاسين احنا هنكسب، احساسنا من اول الماتش او اثناء الماتش او فتره من الماتش ان الاهلي ضاغط ضغط جامد جدا وشكله هيجيب جون. النهارده الاحساس ده مش موجود يعني، حتى اخر 7-8 دقايق مش مفيش الاحساس انك انت سهل تجيب جون يعني. بقى صلاح محسن لوحده في ال 18، نزلت له وليد بيحاول لكن بيرسي تاو كان تعب
يعني مش لاقي حلول. الاطراف مش شغاله كويس خالص. محمود وحيد ومحمد هاني مع احمد عبد القادر النهارده مش جهاد سفر ده ممكن احمد عبد القادر يعني بعيد خالص. سبب من النهارده احمد عبد القادر بعيد في التسعين في غايه جهاد سفر اتحرك في الدقيقه 80 احمد عبد القادر انا حاسس ان ده اجهاد سفر ممكن يكون ملحقوش يعني. لكن احمد عبد القادر مثلا خرج في الدقيقه 80 من اول اللقاء النهارده من اقل ماتشات لاحمد عبد القادر. فالنهارده بالصفه عامه الماتش الحمد لله ان طلع تعادل ووارد انك انت هتتعادل وارد انك انت هتخسر، لكن انت تستحق النهارده انك تخسر النقطتين. يعني ما يعني في ماتشات هنقول ايه يعني احنا في ماتشات هنقول ايه احنا خسرنا النهارده النقطتين او احنا كان مفروض النهارده لا بصراحه يعني كويس علينا النقطه.